السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعملو شريط حجاج. لوصفة اليوم نحتاج أطراف من الدجاج، أي أطراف متوفرة عندكم، يعني من الصدر أو من الفخذ. عندنا أيضا العكري أو بابريكا وهو أساس الوصفة. عندنا قليل من الكمون. نحتاج أيضا الزيت أو السمن. وعندي حوالي ملعقة أكل طماطم. وفي أساس الوصفة ما نستعملوش طماطم، نستعملوا الفلفل الأحمر المدروس. عندنا أيضا الثوم، حبة ثوم كاملة، يعني راس كامل تاع ثوم النقوه. وعندي الحميصة اللي كنت غليتها مسبقا. نجوز نشوفوا طريقة التحضير. في الأول راح ناخذ قدر أو مقلاة نضع فيه أطراف الدجاج، ومن الأفضل أطراف الدجاج تخلوه بالجلد تاعو، يعني ما تنزعلوش الجلد، لأنه لما نكونوا نقلو في الدجاج هو اللي حيعطي الذوق الرئيسي للوجبة. نبدأ الآن نحرج في الدجاج تاعنا. في الأول راح نضع له كمية من العكري ونضيف عليها القليل فقط من الكمون. والمرحلة تاع الحرج هي أساس تاع شريط حجاج، يعني لازم هذه المرحلة نقوموا بها. نضيف عليها أيضا كمية كبيرة من الثوم، وراح نضيف عليها القليل من الزيت. واللي يحب يستعمل السمن تقدروا تستعملوا السمن ايضا. ومن الكمية تاع الطماطم راح ناخذ ملعقة كبيرة او ملعقة قهوة مملوءة جيدا بالطماطم. راح نخلط كل هذه المكونات مع بعض، ونخلي الدجاج تاعنا يتشرب هذه النكهات على الاقل ساعتين قبل ما نبداو نطيبوا فيها. كما راكم تلاحظوا المكونات تاع الوصفة راهي بسيطة، يعني ما فيهاش بصل ولا راس الحانوت ولا حتى فلفل اسود، لانه في اساس الوصفه نستعمل فقط العكري والكمون. اللي حاب يضيف لها البصل او اي مكون واحد اخر تقدروا تضيفوا لها، لكن ما راحش تعطي لكم الذوق الاصلي تاع شريط حجاج. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها بهذه الطريقه. بعد ما نخلط كل المكونات جيدا راح نخليها ترتاح حوالي ساعتين على الاقل، وتقدروا تجهزوها ليله من قبل. بعد مرور وقت على القدرة نتاعنا محطوطة جانبا، نشعلوا الآن الفرن على نار قليلة فقط ونبدأ نقلي فيها، وبين الحين والآخر لازم نحركوا الأطراف باه ما يلصقوش. راح نضيف أيضا الحميصة أو الحمص اللي كنا غليناه مسبقا للدجاج، وراح نخليهم يتقلاو مع بعض. ودائما مع التحريك المستمر بين الفترة والثانية لازم نحركوا القدرة نتاعنا باش نتأكد ان الاطراف ما لصقوش في المقلاة. راح نضيف لها الان الملح، ونضيف ايضا رشة اخرى من العكري. واللي يحب الحار راح نضيف ايضا واحد فلفل دريس او الحار الاحمر اليابس، وراح نغطي على القدر ونخلوه ايضا يزيد يتقلى. حاولوا دائما انكم لما تكونوا تقلوا في القدرة تحكم ما تقلقوش عليها، ودائما النار تكون قليلة. بعد تقلى الدجاج جيدا الان راح نمرقوه، لكن من الافضل انكم تمرقوه بالماء السخون. لما نمرق القدرة حاولوا دايما انه المرق يكون قريب يغطي اطراف تاع الدجاج. الان راح نزيد للنار ونخلو الدجاج يطيب على نار قوية حتى ينصف الطياب. الدجاج تاعنا الان راه طايب نصف طياب. لاحظوا كمية المرق اللي راهي فيه. لما يلحق لهذه المرحلة الآن نقص النار، يعني نخلوه على نار قليلة ونخلوه يتجمر، وفي نفس الوقت نعاود نرد الغطاء على القدرة، لكن ما نغطيهاش كامل، نخلي فيها فتحة بهذا الشكل، ونخلوه على النار هادئة حتى نلقاو المرق تاعنا بدا يختار والدجاج تاعنا يكون طاب.
لاحظوا القوام تاع المارق اللي راح تحصلوا عليه، لازم المارق يكون خاثر، وكما راكم تلاحظوا راهي كاينه طبقه دهنيه، حنا هذيك نسموها وتش القدره، لازم تكون كاينه في شطة حاجات. شوفوا ما شاء الله النتيجه تاع الطبق تاع نهار اليوم، شطة حاجات بذوقها الاصلي. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. وبالنسبه للناس اللي ما تحبش تتناول الجلد، كيلحقوا لهذه المرحله ينزعوا الجلد ويتناولوا الدجاج. الان راح تلق البنه تاعو في المرق، يعني البرق تاعكم راح يكون فيه ذوق رائع. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش شاركونا اعجابكم واشتركوا معنا في القناه. ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.